أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. لطالما اعتمد أبناء مناطق الساحل التهامي على موسم الرياح كفرصة ذهبية لرزقهم الوفير، حيث يسافرون إلى باب المندب أو المكلة للاصطياد خلال هذه الفترة ليعودوا بعدها محملين بالخير والرزق الوفير. لكن هذا العام واجه صيادو الساحل التهامي تحديا جديدا تمثل في عسكرة البحرين العربي والأحمر، مما حرمهم من استكمال موسمهم المعتاد، وهو ما يعني أنهم أمام ضائقة اقتصادية قد تستمر لعدة أشهر. المياه والحياة البحرية لن تظل على حالها بعد هذه الحرب، فالعدد الكبير من السفن العسكرية ومخلفاتها، إضافة للسفن البريطانية الغارقة وما نتج عنها من تسرب نفطي، إضافة لحمولتها من المواد الكيميائية، ستكون كلها أسباب متضافرة للتأثير على جودة المياه وقتل الكائنات البحرية الصغيرة وتلوث المنطقة بأكملها بما فيها من مياه وتربة وشعاب مرجانية. مشاهدينا الكرام، حول ومطالب الصيادين المتضررين من عسكرة وتلوث البحر الأحمر موضوع حديثنا مع ضيوفي بعد متابعة هذا التقرير، ابقوا معنا. يعيش غالبية سكان المناطق التهامية على الصيد خلال موسم الشتاء، ويعتاد الصيادون في هذه المناطق على الانتقال إلى باب المندب أو المكلة للصيد، حيث تكون أخطار البحر هناك أقل خلال هذا الموسم ومكاسبه أكثر، مما يتيح لهم فرصة أفضل للصيد والحياة. وطالما كانت هذه الرحلات البحرية جزءاً مهماً من حياتهم على مر السنين، في هذا العام أحوال الصيادين من سكان ساحل تهامة ليست على ما يرام، فالبحر هائج من جهة والقطع العسكرية الأمريكية والأوروبية منتشرة فيه من جهة أخرى، والطريق إلى باب المندب والبحر العربي لم يعد محفوفاً بأخطار الرياح وتقلب المناخ فحسب، بل أضيفت إليه أخطار الصواريخ والفرقاطات العسكرية، وبدلاً من العودة بخيرات البحر عادوا بأياد خالية، مما أثر على حياتهم اليومية وأصبحوا غير قادرين على توفير الغذاء لأطفالهم. آلاف الصيادين المعتمدين في حياتهم على مواسم البحر توقفوا هذا العام عن الذهاب إلى رحلة الصيد الشتوية، واختار القليل منهم البقاء على مقربة من الشاطئ حيث لا يجدون سوى اليسر من الصيد، فيما يعيش البقية حالة صعبة بعد فقدان الأمل في الاستفادة من الموسم الذي ينتظرونه من عام إلى عام. الحرب الدائرة رحاها في البحر الأحمر وخليج عدن قد تتوقف في أي لحظة لأسباب متعددة، لكن المؤكد أن آثارها ستعيش طويلاً. فسفينة الشحن البريطانية روبي مار التي قصفها الحوثيون في 18 من فبراير الماضي تسربت منها بقعة نفطية، وهي تحمل كميات كبيرة من مادة الأمونيا والزيوت، الأمر الذي يشكل تهديداً خطيراً للبيئة البحرية، فالنفط الخام يتسرب إلى المياه فيلوث البحر ويهدد الأنظمة البيئية الهشة التي يعتمد عليها العديد من الأنواع البحرية للبقاء، وربما لا تكون هذه السفينة هي الكارثة الوحيدة. بحسب خبراء، فإن الأمور تزداد سوءاً عندما يتم تناول هذه المواد السامة بواسطة الأسماك، ثم يمتد للتأثير على سلامة البشر، فالأسماك التي ستتناول طعامها مخلوطاً بالملوثات الكيميائية ستكون مصدر خطر على البشر أيضاً. وبطبيعة الحال، فإن السوق اليمنية هي المرشحة لاستقبال هذه الأنواع من الأسماك التي ستكون بمثابة سموم لأمد طويل. إذا مشاهدي الكرام، لمناقشة أوسع حول هذا الموضوع ينضم إلينا الإعلامي والناشط الحقوقي يوسف الغليسي. مرحبا بك معنا يوسف. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. حياك. بداية، يعني لو تضعنا في أبرز المخاطر البيئية التي تواجه البيئة البحرية بسبب جنوح السفينة وانتشار البقع النفطية فيه. للأسف الشديد، استهداف الحوثيين مؤخرا للسفينة روبي مار والتي تحمل في على متنها مواد نفطية وغيرها من المواد الضارة بالبيئة، ما سيحصل بالتأكيد هو ينذر بكارثة بيئية تطال البحر الأحمر، وبالتالي تداعياتها ستكون كبيرة جدا. نعم. فيما يتعلق نتحدث نحن عن نتحدث نحن نعم تفضل تفضل فيما يتعلق بالتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية على حياة
الصيادين في المنطقة، كيف ستتأثر؟ نحن منذ اعتداءات الحوثية على الملاحة الدولية والسفن البحرية في الممر الدولي تزايد مخاوف الصيادين بشكل كبير جدا. هناك توقف نشاط الصيادين بشكل كبير جدا، وأثر هذا التوقف على مصدر رزق الصياد الذي تأثر بشكل مباشر نتيجة الاعتداءات الحوثية على سفن الملاحة الدولية والتواجد الأساطيل الأمريكية والبريطانية على مقربة من المياه اليمنية. نعم، يعني إذا ما تحدثنا عن مسؤولية الجهات المعنية الآن في ظل هذه الظروف، في ماذا تتمثل مسؤوليتهم؟ تتمثل المسؤولية الدولية والمسؤولية الحكومية الحكومية بشكل محلي في البداية. الصيادون اليوم يطالبون المجتمع الدولي، يطالبون الحكومة بسحب هذه السفينة التي الآن غرق جزء كبير منها، وهناك انتشار نفطي متسرب على مسافة 18 ميل. يطالبون الحكومة ويطالبون المجتمع الدولي بسحب هذه السفينة من أجل أن لا تحدث الكارثة. نعم، فيما يتعلق بمسؤولية الجهات المعنية فيما يتعلق بحماية الصيادين وسن قوانين ربما أو إنشاء مبادرات أو غرف عمليات طوارئ لمساعدتهم، هل هناك على الأقل توجه في هذا المجال أو يمكن أن تتحرك فيه الجهات المعنية؟ خلال الأسابيع الماضية كانت هناك ورشة في مديرية الخوخة وتناولت أوضاع الصيادين وتأثيرات الحرب الحوثية على الملاحة الدولية ووجود حارس الازدهار. وهناك مخرجات وتوصيات، من أهمها كان لابد أنه فتح قنوات تواصل بين الحكومة أو بين المعنيين في وزارة الزراعة والري والثروة السمكية مع حارس الازدهار لتأمين قوارب الصيادين، وايضا لجعلهم يقتاتون على رزقهم. هناك الان هذه المقترحات والتوصيات تم الرفع بها للجهات المعنيه اثناء الورشه التي اقيمت في الخوخة في الاسابيع الماضيه. نعم، فيما يتعلق بهذه التوصيات وهذه التوجيهات، هل يعني ربما تكفي لمعالجه الوضع ام ان الوضع يحتاج الى جهود اكبر من الجهات المعنيه؟ أنا في اعتقادي أن الموضوع خرج عن السيطرة بشكل كبير. اليوم أنا أحدثك عن أكثر من 200 ألف صياد أو 300 ألف صياد من ميدي وحتى المخا وسواحل دواب. هؤلاء متأثرين بشكل مباشر من عملية عملية عسكرة البحر الأحمر، وبالتالي لا يوجد إلى حد هذه اللحظة جهود على الأقل تحد من هذه المشكله الكبيره التي يواجهها الصياد. لا وجود لاي حل حلال للوضع. الحوثي لا زال يستهدف، بل وازداد حده الاستهداف على الخطوط الملاحه الدوليه، واخرها في 18 من الشهر الجاري تم استهداف السفينه روبيما بطريقه كبيره، ما اكثر الان ينذر بكارثه بيئيه ستحدث في مياه البحر الأحمر، وسيكون تداعياتها كبيرة جدا، ستؤثر على الأحياء البحرية، ستؤثر على الصياد. هناك سيموت العديد من الأسماك، ستشل الحركة الاصطياد السمكية بشكل كبير جدا، وهذا سيغلب أو سيقفل وسيؤثر على مصدر أرزاق الصيادين بشكل كبير جدا. ستشهد مدينة الخوخة وستشهد المناطق الساحلية بطالة كبيرة جدا في هذا الجانب بسبب عسكرة البحر وبسبب وجود حارس الازدهار، الأمر الذي فرضه الحوثي للأسف الشديد. نعم، أشرت إلى أن ربما هناك 100 ألف صياد سيتأثر مما يجري الآن، يعني هل هناك مثلا إحصائيات الآن تجمع وهناك جهود لحصرها وتحديد الخسائر التي تكبدها الصيادون في هذه الفترة؟ هي خسائر كبيرة بالتأكيد،
وخلال هذه الأشهر مؤكد أن الخسائر أن هناك مئات الصيادين مئات الآلاف من الصيادين سيتأثرون في تفاوت في التأثير. هناك مثلا الصيادين في جهة الجنوب الآن كثير من الصيادين أن يغادروا المناطق مناطق باب مناطق البحر الأحمر ويذهبون إلى المناطق الجنوبية إلى منطقة المهرة إلى محافظات عدن كونها أقل خطورة في الاستهدافات. نحن في الخوخة فقدنا إلى هذه اللحظة أكثر من 8 صيادين لا نعرف مصيرهم. يطالب الأهالي المجتمع الدولي، يطالب الأهالي المنظمات الحكومية، يطالب الأهالي الحكومة معرفة مصير أولادهم، لكن للأسف حتى اللحظة لا يعرف مصير هؤلاء الثمانية الذين فقد التواصل بهم في نهاية شهر واحد. نعم، فقد التواصل بهم. لو يعني تعطينا على تفاصيل أكثر عن الحادثة التي وقعت لهؤلاء الثمانية. هذه الحادثة خروج قارب صيد مكون من 8 أشخاص من أبناء مديرية الخوخة محافظة الحديدة، ذهبوا في رحلة صيد معتادة، فقد الاتصال بهم أو فقد التواصل بهم. الآن مضى أكثر من شهرين وهم غير موجودين. الأهالي يناشدون الحكومة، يناشدون المجتمع الدولي، يناشدون حارس الإزدهار، يناشدون هل من استجابة يعني فيما يتعلق بتوضيح الأماكن التي ربما كانت مستهدفة أو كانت ضمن إطار أمني، أو ما هي التوقعات التي يعني تخمن مصيرها؟ والله يا عزيزي أنا في اعتقادي أن البحر الأحمر مع الهجمات الحوثية ومع رد حارس الإزدهار أصبح البحر الأحمر كله خطر. اليوم الصياد في تهامة أو الصياد في سواحل البحر الأحمر يعاني معاناة شديدة، هي الأكثر على مستوى العالم. نحن نعاني من حرب الحوثي واستهدافه للسفن، وبالتالي تأثيره على الصياد، وأيضا في الجانب الإريتري، وأيضا غلاء الوقود وغلاء المعيشة. كل هذه المشقات ظلمات متعددة توالت على الصياد الذي أصبح ضحية أكبر في حرب ليس له فيها ناقة ولا جمل. نعم، فيما يتعلق ب في ظل هذا يعني القصور سواء كان على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي، ما هي الإجراءات التي يمكن يعني أن يتبعها الصياد على الأقل للمطالبة بحقوقه برأيك؟ آخر مطالبات الصياد كما قلت لك أقيمت ورشة مؤخرا في الخوخة، كانت مطالبات محددة، كانت لابد أن يكون هنالك تأمين للصياد من أجل أن يرتاد البحر، لكن هذه التوصيات إلى الآن لم تلقى النور. تم طرح العديد وتناقش الصيادون في هذا الأمر وما الذي سيتهم في الحد من هذه الحرب وتأثيراتها وتداعياتها عليه، لكن إلى الأسف مع استمرار لكن لا 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 لكن ما أقصده أستاذ يوسف فيما يتعلق بالأدوات القانونية، هل لجأوا للقانون على الأقل لمحاسبة المسؤولين والمقصرين؟ لا يوجد حتى اللحظة. هم يأملون أن تكون أن تصل أصواتهم، يأملون أن تقف حدة هذه المعركة البحرية، لكن إلى الآن هم صيادون مساكين، الصيادون يعملون في البحر بشغل يومي، أفضل دخل ممكن أن يحصل عليه هو الصياد، ولذلك همه الأول والأخير هو أن يأتي بقوت عياله، فلا يفكر لا يتبادر في ذهنه أنه يحاكم أو يسائل أو نعم. لأنه الصيادين مساكين، لكن هناك جمعيات الآن يجب أن تطلع بدورها، هناك معنا وزارة يجب أن تقوم بدورها، هناك سلطة محلية يجب أن تقوم بدورها في حماية الصيادين أو على الأقل التقليل من مخاطر تداعيات هذه الحرب. نعم. التي فيها الصياد هو الخاسر الأكبر. إذا تحدث عن دور الجمعيات ووزارة الثروة السمكية يجب أن تقوم بدورها، لكن ماذا عن دور المجتمع المدني في الوقوف مع الصيادين الآن في هذه المحنة وحماية البيئة أيضا؟
فعلا يجب على المجتمع، يجب على الجمعيات السمكية أن تقوم بدورها. لكن كما تعرف أستاذي العزيز أننا في وضع حرب، وأن هناك المجتمع الدولي المجتمع المحلي لا يقوم بدوره بشكل مطلوب نتيجة الحرب ونتيجة تداعياتها ونتيجة الوضع الاقتصادي. هناك تأثيرات كبيرة على شرائح متعددة في المجتمع اليمني، وبالتالي الحديث عن دور كبير يطالب من المجتمع المدني هو في الحقيقة لن يكون بشكل قوي نتيجة ما يحدث حاليا من تداعيات حرب الحوثي ومن الحروب التي في اليمن، أثر كثيرا على أنه المجتمع يقوم بدوره. نعم. في ما نعانيه الآن. نعم. سؤال أخير أستاذ يوسف فيما يتعلق بالتوقعات بالنسبة لمستقبل الصيد الآن في باب المندب والبحر العربي. عزيزي يعني من الجميل أنه جاء هذه التداعيات الحرب الآن في البحر الأحمر، وأننا نحن في موسم شتاء. موسم الشتاء يقلل من وجود الصيادين داخل مياه البحر الأحمر نتيجة الرياح الموسمية التي تكون في كل عام، فيذهب كثير من الصيادين يذهبون إلى مناطق الجنوب. هذه رحلة معتادة يحصل هنا في سواحل البحر الأحمر، فينتقلون إلى مناطق الجنوب عدن والمهرة لأن هناك الريح أخف. وبالتالي نحن الآن هذا الشهر الأخير لفصل الشتاء، والآن بعده يعني هناك ستكون خسائر كبيرة، ستكون البطالة كبيرة، ستكون التداعيات أكبر وأشمل وأخطر، لأننا قادمين على موسم هو يكون الصياد فيه متواجد في سواحل تهامة، وهنا ستكون المشكلة الكبيرة. يعني آلاف الصيادين، مئات الآلاف الصيادين اليوم سيكون ضررهم 100%، وبالتالي قبل أن يأتي فصل الصيف لابد على الحكومة، لابد على المجتمع الدولي أن يعمل حل. اليوم في تهامة أكثر السكان هم صيادون، الذين يعملون على سواحل البحر الأحمر هم معظم الشرائح معظمها من الصيادين، فتأثيرهم كبير. للأسف هذه الشريحة مهملة، هذه الشريحة لا تجد من يدافع عنها، لا تجد من ينصفها، لا تجد من يوقف من أجل حقوقها. هنا مشاكل كبيرة سيعانيها الصياد المسكين المغلوب على أمره. يجب أن أناشد الجهات الحكومية، أناشد المجتمع الدولي، أناشد كل الحقوقيين أن يقفوا مع هذا الصياد، أن لا يحرم قوت عياله، وليس موظف ولا يقدر يعمل أي عمل غير الصيد. فبالتالي أنا أدعوهم جميعا إلى أن يوقفوا هذه الحرب العبثية، أو على الأقل أن يحدوا من تداعياتها. اليوم البحر مهدد بشكل كبير بسبب استهداف الحوثي مؤخرا لهذه السفينة. اليوم احتمال الآن أنواع من السمك تنقرض. نعم. بسبب الزيوت وبسبب التسرب النفطي. المجتمع الدولي كله وقف على خزان صافر وتهديدات صافر، وهي تهديدات محتملة، بينما اليوم يتسرب النفط اليوم في مياه البحر الأحمر وعلى مقربة من جزيرة حنيش تقريبا 11 ميل من البر اليمني في الجزيرة. اليوم لا أحد ينظر إلى المسألة وكأنها لا تعني. اليوم أمريكا وبريطانيا تنظر إلى هذه الكارثة التي ستحصل، ولم تقم حتى بسحب هذه السفينة التي ستؤثر على حياة اليمنيين ومستقبلهم. الحوثي هو لا يبالي باليمنيين. الحوثي هناك يحرم مئات الآلاف من الأساتذة والمدرسين من حقهم في الرواتب، فهو لا يعني أن يهدد مئات الآلاف من الصيادين في سواحلنا. فأنا وضحت. أناشد الضمائر الحية وضحت. أن تقوم بواجبها على الأقل في سحب هذا التهديد الكارثي الذي يتهدد اليمنيين. وضحت فكرتك، يؤثر على مستقبلهم وثروتهم. وضحت فكرتك، ونتمنى أن تصل مناشدتك الإعلامي والناشط الحقوقي يوسف الغليسي. شكرا جزيلا لك، وبهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. لكم التحية مني ومن معدها موسى نمراني، وفي أمان الله.